من القدس عاد فضل شاكر، لم يزر طبعا الأراضي المقدسة ولم يهرب من عين الحلوة حيث يرجح أن يكون، لكنه اختار أن يغني للقدس فيعود إلى الأضواء من بوابة الأقصى. عما قريب نحتفي في أرضك ونقبل الأقصى بعشق ضامي. فضل الهارب من حكم الأعدام والفار من وجه العدالة اختار أن يطلق أغنيته قدساه عبر صفحته على تويتر، وهي من ألحانه وكلمات محمد حسن قعود وتوزيع طارق عبد الجابر. قدساه يا أحلى عروس بالدنا، يا أول القبلة للإسلام. شاكر أهدى أغنيته إلى القدس الحبيبة وإلى سكانها في تغريدتين لاحقتين، لكن أنشودته تلك حظيت بتعليقات كثيرة فور نشرها. فهنا من يقول إذا فضل شاكر شمندر مفكر إنه بهالأنشود العالم رح تسامحه وترجع تحبه، أكيد غلطان، إلى جهنم وبئس المصير. وآخر يقول بدل ما يغني قدساه الأفضل يغني لمشنقته. وآخر يعلق يجب عليه أن يخضع للقضاء العسكري، هناك 20 شهيدا من الجيش جراء تعصب هذا المجرم، لا تسوية. ولكن مقابل هذه التعليقات السلبية تعليقات أخرى حيت فضل فكتبت صوت لا يخفت ولا يموت، الله ينصرك ويثبتك. بعيدا من التعليقات، تغريدة فضل شاكر تعيده إلى الأضواء طريحة أكثر من علامة استفهام، أين فضل؟ لما لم يتم إلقاء القبض عليه بعد نحو 2 و4 أشهر من هروبه؟ ولنسلم جدلا أن الأجهزة الأمنية لا تعرف مكانه، ألا يمكن لتلك الأجهزة رصد تحركاته على تويتر وتحديد مكانه وبالتالي القبض عليه؟ كلها أسئلة تجيب عنها الدولة بأجهزتها إن كانت حقا تبحث عن أجوبة.